الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير على البرنامج. وجزاك إن شاء الله، تفضل يا أخي. فقدت أسأل فضيلة الشيخ في حديث بمعنى أن الجنة طريقها صعب والنار طريقها مفروش بالورود. نعم وعندي سؤال ثاني الله يخليك. تفضل. ما الدلائل والبراهين في دين الله؟ من أي ناحية يا أخ أبو صالح؟ الجانب العقائدي، في الفقه، في إيش الدلائل اللي تحتاجها يا أخ؟ في الوجود. وجود الله عز وجل؟ طيب، نعم، جزاك الله خير يا أبو صالح، ويجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. أم عبد الله، السلام عليكم. أيضا الأخ أبو صالح يريد يقول دلائل على وجود الله عز وجل. ينظر في نفسه، من كيف يغدو، كيف يروح، كيف يطعم، كيف يشرب، كيف يشرب هو نفسه، يعني السائل. كل ذرة في الكون تدل على وجود الله. سبحان، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، سبحان الله رب العرش عما يصفون، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. يأتي الشيطان أحيانا على بني آدم كما ذكر السائل، فيسأل هذا السؤال، يعني أين الدلالة على وجود الله؟ ولو تأمل لا يمكن أن يكون هو، حتى لو قلنا مثلا طبيعة ما أوجدته، جدلا من أوجد الطبيعة؟ ستبقى في هذه السؤال والدوائر لن تنتهي إلا عند شيء واحد، أنه الله، أن هناك الكون خالق أحد، نعم، كل شيء في قبضته. ستنتهي بك الدوائر حتى عقليا، لا نقليا، سنتقل بك إلى أن هناك أحد، نعم، هو من يملك الأمر، هو من يدبر الأمر، هو من يخلق، هو من يرزق، هو من يعطي، هو من يمنع، ومن يحيي، ومن يميت، هذا هو الله. ومع ذلك ما زلنا يعني ماذا أقول، يعني ما أخبرنا الله به عن نفسه شيئا يسيرا. الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إذا أذن لي هذا السائل الكريم، كلام موجه له عينا، يعني هذا ليس جوابا عاما، أنا يطلب منه أن الليلة يصلي ركعتين، وفي سجوده يطلب من الله جل وعلا أن يدله عليه، يطلب من الله أن يدله عليه، وأن يسأله أن تعظم معرفته به جل جلاله. لو ألح على ربه في السجود بهذا الدعاء أن يدله الله عليه، أرجو أن يكفأ، لن يجد عندي ولا عند غيري جوابا شافيا ما دام هذه طريقته. ليس له إلا الله، فيسجد ويسأل الله أن يدله عليه. إن صدق في نيته بلغه الله، وإن لم يصدق فلا يهلك على الله إلا هالك. لكن ينبغي أن يعلم، والله لا توجد لذة أعظم من لذة المعرفة بالله، لا توجد لذة أعظم من لذة المعرفة بالله. حتى السجود هو أصلا من آثار المعرفة بالله. نعم، السجود نفسه والعبادة نفسها من آثار المعرفة بالله. إذا عرف العبد والله جل وعلا حق المعرفة نجم عن هذا عظيم الطاعة، فعظيم الطاعة ناجم عن عظيم المعرفة. وكلما قلت العبادة والله دلت على قلة العلم بالله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أما وإني لا أعلمكم بالله وأشدكم لله خشية. فقرن بين هذا وهذا، فأنتم تقولون نصوم الدهر ولا نفطر، هذا يقول أقوم الليل فلا أرقد، وهذا يقول لا أتزوج النساء، كأنه يريد أن يقول أنا أعرف الله أكثر فلذلك عبدت الله أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أعلم بالله منكم وأعلم أن هذا الهدي هو هديه. والمقصود أيها السائل المبارك، أعظم العطايا أن تعرف.
الأخت عبد الله الشيخ.